بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن حكم رجل قال لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة، هل هذا يقع طلاق أو لا يقع؟ أقول وبالله التوفيق: هذا راجع إلى نيته، لأن هذا اللفظ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون مريداً أنني سأعاملك معاملة المطلقة من ناحية الهجران أو الإهمال، أو ابتعدي عني لا تكلميني كأنك مطلقة، ويحتمل أنه يريد الإنجاز وأنها طالق، ففي هذه الحال لا بد من الرجوع إلى نيته. ماذا تقصد بقولك اعتبري نفسك مطلقة؟ إن طلاقا وقع، وإلا فعلى حسب نيته. تشاجر مع زوجته وقال لها: اذهبي إلى أهلك وأبوك عنده 40,000، خذي مؤخرك وأرسلي الباقي. هل هذا طلاق؟ ليس بطلاق صريح. أهل بالحج متمتعا من الميقات، وظل بملابسه الشخصية ولم يلبس الإحرام حتى لا تمنعه السلطات، ثم اعتمر بعد ذلك. على كل، عليه إطعام 6 مساكين لكونه ارتكب محظورا وهو لبس المخيط وهو محرم. طبيب له حق أن يؤمن على من يعمل معه في عيادته، ويريد أن يجعل ذلك التأمين لأحد أقاربه وهو لا يعمل معه، لا يجوز هذا. معه مبلغ من المال يريد أن يحج به الفريضة، ويريد أن يأتي بزوجته للسعودية ليعف نفسه، والمبلغ لا يكفي إلا لشيء واحد: للحج أو يأتي بزوجته. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وأي رأيين اختار لا جناح عليه، إلا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فيأتي بزوجته، لكن لا أظن الأمر يصل إلى هذا القدر. ما نصاب زكاة البقر؟ زكاة البقر، ولا ظننت أنه يتكلم على الأضحية. طيب، ده وقت لاحق. الزكاة في البقر، البقر السائمة التي تأكل من المرعى بلا ثمن، أما التي يعلفها صاحبها فلا زكاة فيها على رأي جمهور العلماء. في كمية تكفي من ذات. مطلقة وتريد الزواج ومعها أولاد وزوجها متزوج يريد أخذ الأولاد، ماذا تفعل؟ إذا تريد الزواج تعطيه أولاده، لأن النبي قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. هل يجوز الاجتماع في العقيقة لأكثر من شخص، أي للبنت 7 بقرة؟ جوز هذا جمهور العلماء. تقول إنها متزوجة ومنتقبة، هل يجوز لأخ الزوج أن يراها؟ لا يجوز، الحم الموت. هل هناك فرق بين العين والحسد؟ نعم، هناك فروق بين العين والحاسد. من هذه الفروق أن الحسد قد يكون عن بعد، يعني تتمنى أن تزول النعم عن شخص وأنت لا تراه، لكن العين لا بد فيها من رؤيته بالعين. رجل اشترى أضحية بقرة لم تبلغ السن، لم تكسر، فقال البائع: لم تكسر السن؟ فقال له البائع: لكن هي قد بلغت 2. ليست العبرة ببلوغ 2، إنما العبرة بالكسر، لكن في الغالب يكون عند 2، كما أنك تقول الولد مثلا قد يبلغ عند 15 عاما،
لكن ممكن ولد لا يبلغ عند 15 عاما فلا يجري عليه التكليف إلا بعد البلوغ، وقد يبلغ في 12 يجري عليه التكليف إذا بلغ. وأكرر إن من الذي يحدث من الأخطاء التي تحدث في الأضاحي شراء الأضاحي من المزارع، شراء الأضاحي من المزارع، احذر لا تشتري إلا أضحية قد كسرت، وذلك لأنه كما سلف أصحاب المزارع يأتون مثلا بالعجل يطعمونه في اليوم وهو صغير بعشر جنيهات علف مثلا، فيحمل لحما بعشرين، فكل يوم يعطوه بعشر يحمل لحما بعشرين، فهم في مكسب مستمر. يأتي إلى سن معينة مثل سنة، فإذا أعطوه علفا بعشر لا يحمل لحما إلا بعشر، فأصبح لا مكسب بل خسارة، لأن المزرعة مشغولة والعمال قائمون على العمل. إذا تركوه زمنا آخر يعطوه علفا بعشرة ويعطيهم لحما بخمس، فأصبحت خسارة من ناحية أخرى، فيبادرون بالبيع عندما يتوقف النمو الذي يعود عليهم بالربح. نعم العجل يكون سمينا حينئذ ولحمه طيب، سمين ولحمه طيب، لكن لم يكسر، والنبي قال لا تذبحوا إلا مسنا، فيبادرون ببيعه للأضاحي، ويحاولون أعني أصحاب المزارع أن يستصدروا فتوى من المفتين بأن السمنة تقوم مقام السن، يعني يقول لك ما حاصله هذا سمين، ما دام سمين تمشي الأحوال، يستصدرون فتاوى من بعض الناس بذلك، ويقول لحم طيب وسمين، لأنهم سيبيعون أحيانا لجمعيات، جمعية كالجمعية جمعية معينة مثلا ممكن تشتري 1000 عجل فستشتريها من المزرعة، فالمزرعة تحتاج فتوى، أو هم المزرعة لا تحتاج فتوى عموما، المسؤول عن الجمعية يحتاج فتوى أن السمنة تقوم مقام السن، وإلا سيتوقف الشراء لأنها ستباع حينئذ ليست كأضحية بل كلحم يذبح. نقول يرى جمهور العلماء أن السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن، لا بد أن تكسر، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، والمسنة هي الثني التي ظهرت لها سنتان غير تلك الأسنان اللبنية بعد سقوط الأسنان اللبنية، وكما سلف هذا في البقر بعد 2 على التقريب، على التقريب فصاعدا، الإبل 5 سنوات فصاعدا، المعز 1 سنة فصاعدا، الغنم 6 أشهر فصاعدا. فنكرر أن الجمهور من العلماء على أن السمنة لا تقوم مقام السن، والله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.